أخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، معكم عز الدين صبيح الساكن أولاد عبو دوار القواصي، وأنا كنعيش في مدينة سطات منذ الطفولة ديالي. ودابا أنا تصبت بهاد المرض ديال السل الهلي، كتبوا على شي خونة مسلم، والهلي كتبوا على شي حبيب، والله يحفظ المغاربة عامة. ودابا عندي انا يا غير الوتار غادي نبيعو باش غادي ندير التحاليل باش نمشي عند الطبيبه ديالي باش نعرف اشنا هو عندي. كنت مريض به تقريبا شي عام تاع الايام وما عارفش راسي، ودي الله تقريبا شهرين وشي 10 ايام باش دوزت على راسي عاد باش عرفت راسي عندي السل. وقالوا لي تجيب واحد التحليله ديال الدم، وسولت فيها وجاتني غاليه التحليله ديال الدم. وهاد الاثنين الجاي ان شاء الله غنعقب عند الطبيبه ديالي في برشيد، وضروري ما ندي ليا التحليله ديال الدم. وقالوا لي واحد الثمن وجاتني غاليه بزاف وما عنديش، كيبان لي عندي هاد الوتار غادي نبيعو باش ندير التحليله ونمشي عند الطبيبه ديالي نهار الاثنين. هاد الوتار ولا بحال العشير ديالي، تقريبا شي 11 سنه كنقول به القصايد، كنقول به الكلام الرباعي، يعني الكلام ديال المجاديب، كنقول به بزاف ديال الفن. ولاني هاد الاله عزيزه، ولاني مع هاد المرض اخوتي كيبان لي راه غادي نبيع هاد الوتار هذا الصراحه هي هادي. ولاني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نلقى الحباب، نتمنى من الله سبحانه وتعالى نلقى اخوتي الحباب المغاربه، ونتمنى يكونوا كيسمعوني وكيشوفوا فيا في المباشر وكيتصنتوا ليا كانني مريض وما عنديش. ودابا راه ممنوع ليا ندير الحلقه وممنوع نغوت، حيت الحلقه اخوتي كامله غوت، ممنوع نغوت وسط الحلقه ولا نهضر. وانا كنخاف على الاذى ديال الناس، نادي الناس، حيت هذا المرض صعيب شي شويه، حيت ما كنبركش مع شي واحد، ما بقيتش كنجمع مع الناس، وتا الحلقه ما بقيتش كندير الحلقه لا على قبلاش، خايف على الناس، حيت على ما سمعت من الطبيبه قالت لي راه غير عندي هاد الاله هادي، وراه ما نقدرش انا نفرق الوتار، ولاني جابت هاد الظروف. باش كنطالب دابا في كنطالب بخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يتعاونوا معايا، الا كان من الممكن يتعاونوا معايا الله يسترهم والله يعلي درجتهم. و كنطلب من الله سبحانه وتعالى في هاد اللحظه يكونوا كيشوفوني مغاربه خوتي بعيني القلب ويحنوا فيا، راه ما عنديش وعندي 6 شهور ديال الراحه، انا ما نقدرش نريح 6 شهور وانا ما عنديش وانا بالكره في بلادة الناس. ولا بغيت نرجع عند امي حتى هي مريضه، خصني ما ندي ليها وما نصير عليها، وهي عندها اعصاب ما بقاتش كتعقل كاع.